بتسلمي بس السؤال انت معاك فلوس؟ يعني عارف مسطورة كلام المصريين صح الحمد لله. بس بدءا زي بدايه بقى نبدا, مفيش حد المفروض يكون معاه كاش الفتره الاخيره, لان الكاش في اي مكان في العالم دلوقتي بيتعرض لضغوط. اللي معاه كاش دايما بيخسر, وعايز اقول لحضرتك اكتر حد التعبان مش اللي معاهوش, لا اللي معاه ومش عارف يعمل ايه او يتحرك ازاي في نطاق الفلوس اللي معاه. صحيح. يعني دي مشكله كبيره قوي بتواجه الناس الفتره الاخيره, اعمل ايه بالفلوس اللي معايا لو انا معايا فلوس عشان يحافظ على قيمتها ما يخسرش قيمتها مع كل الضربات الاقتصاديه والهزات اللي حاصل بتحصل. حاصل فعلا, هي دي النقطه الاساسيه فيما يخص نقطه بقى اتعامل ازاي في السوق, اتعامل ازاي في البيزنس. الاموال اللي بجيبها بتعبي وجري وحاجات دي كلها, هو بيتعب مرتين, بيتعب مره عشان يجيب الفلوس, وده تعب لان المال لا يعطى مجانا عندنا في الاقتصاد مهما كانت الظروف ومهما كانت الاوضاع, ولا انت بتتعب كتير عشان تقدر تاخد الجنيه او تاخد الدولار على حسب بقى ما انت في اي بلد من البلاد اللي بتتعامل فيها. لكن في النهايه برضو لازم تحافظ على قيمته, خاصه وان الاقتصاد العالمي كله في حاله فوضى زي ما بيقول صح التعبير. طب ايه رايك نقسم الموضوع بتاعنا على جزئين و1 تو 1 سريع كده؟ اذا انا معايا فلوس وعايز اتعامل بيها واحافظ على قيمتها, هل الافضل ان انا اشتري بيها واتعامل بيها في الاشياء اللي انا بقتنيها حاليا, سواء بشتري بيت, عربية, يعني محل حتى للتجارة في السابق, أو حتى مجوهرات, ناس بتحط فلوسها في الذهب والمجوهرات, هل أشتري بالفلوس الكاش اللي معايا ده الأفضل علشان أحافظ على قيمتها, ولا إن أنا في طريقة تانية أتعامل بيها عشان أعظم من قيمة الفلوس دي وأحافظ عليها؟ أنا هبدأ من كلمة عجبتني أوي في المقدمة بتاعتك, وهي إن الفقرة دي مهمة ليك سواء معاك فلوس أو ما معكش فلوس. فدي نقطة مهمة. وبعيدا بقى عن اضطراب الأوضاع الاقتصادية وعجبك سياسات الحكومات من عدم, القصة دي مش قصتنا خالص, انت بتتعامل في النهاية في موقف فعليا ان انا معايا كمية فلوس وعايز اشتري اللي انا عايزه. مبدئيا الفترة دي من عمر البشرية, انا مش هقول لحضرتك بقى من عمر مصر او من عمر منطقة الشرق الاوسط او العالم العكس, انت بتبقى واقف دلوقتي في يعني مفترق طرق بيقولوا داخلين على حرب عالمية ثالثة, بغض النظر عن النقطة دي الا ان ده مأثر فعلا على الوضع الاقتصادي العالمي. فبالتالي اللي معاه فلوس دلوقتي ما يجريش ورا الرفاهيات اطلاقا, اقتصاد الرفاهيات ما عادش ليه تواجد في الاسواق مبدئيا. شوف ايه الضروريات, الناس ايه الرفاهيات. طيب الرفاهيات, انا النهارده معايا عربيه, ما عنديش, مش يعني في ناس بقى مجنونه باقتناء العربيات, انا هاخد العربيه بتاعت موديل 25 داخل احجزها دلوقتي, وانا معايا عربيه 2023 2022 2024. طب ما دي ما قالتش لا, دي نقطه من النقط. انا النهارده حد بحب اشتري مثلا جهاز وليكن تليفون ايفون مثلا على سبيل المثال, طب هو انت النهارده عندك الامكانيه انك تشتريه؟ طب عندك الامكانيه انك تشتغل بيه؟ ما هي دي نقطه, احنا في الاقتصاد بنحسبها بطريقه تانية. النهارده لو الايفون عامل مثلا وليكن 100000 جنيه زي ما بيقولوا الاسعار النازله او اكتر, فالنهارده لازم يكون معاك كاش في بيتك مليون جنيه عشان تجيب الرقم ده. ده الاقتصاديه, معادله الاقتصاد بتقول كده 10%. طيب انت جايبه او عايز تجيب الايفون ليه اصلا؟ ما هي دي نقطه تانية. وهل هتستخدم كل الامكانيات وفي الاخر بتعمل ايديت على الصوره؟ يعني هي المشكله في ايدك مش في الايفون نفسه, عشان بس نكون صراحه في النقطه دي. فانا النهارده هجيبه واشتغل بيه, اصور بيه, ابدا اتعامل بيه, هيجيب تكلفته ولا لا؟ هو الناس اللي معاها فلوس بتبص لها من المنطق ده او من المنطلق ده بالتحديد. فانا النهارده اشوف انا ايه الاساسيات بالنسبه لي. انا عندي اكلي, عندي اللبس بقى بيتبص لي كانه استثمار. النهارده اجيب الطقم بتاعك, لا يتغسل ويتكوي ويتحافظ عليه, لان انت النهارده مش عارف هتجيب الطقم بكره بنفس السعر بتاع النهارده ولا لا. اللي معاه فلوس بيبص الاقل الحاجات, هي دي نقطه مهمه. تعال بقى, في بقى مقتنيات محبذه زي مقتنيات الذهب مثلا على سبيل المثال, بس ليه كمان بشروط او بنقط معينه. حضرتك النهارده عاجبك مثلا وليكن خاتم معين او اسوره معينه, بجيب الخاتم او الاسوره مفيش مشاكل, لكن انا مش هصرف في النقطه دي زياده عن اللازم, لان انا عايز اروح لناحيه السبائك, عايز اروح لناحيه الجنيهات لان مصنعيتها اقل بالمقارنه بالمشغولات الذهبيه. فالنهارده انت بتشوف انت بتخسر مال فين, وبتحاول تنسحب من النقطه دي باي حال من الاحوال عشان اقدر في يوم من الايام ان انا اقدر اكمل. النهارده البعض يقول لك في معدلات او انخفاض في معدلات التضخم حتى في الولايات المتحده الامريكيه, الكلام ده ممكن ما يكونش مظبوط بالمعنى الدقيق. ليه بقى؟ لان انا النهارده عندي معدلات التضخم اصلا كانت مرتفعه السنه اللي فاتت, فلما تنزل شويه فانا النهارده بقارن بالمقارنه بالسنه اللي فاتت. وعايز اقول لحضرتك حاجه, ما فيش سعر بيطلع وبينزل. يعني على سبيل المثال روسيا فيها سعر البنزين يمكن اسرع ارخص سعر في العالم, وده سبب معين ان في عقوبات على, برغم ان عندها اسطول الظل بتقدر تهرب البنزين بتاعها, لكن في كميات كبيره. فاصبح النهارده اللي هي منصات النفط مهدده بالاغلاق. تعمل ايه روسيا؟ قال لك اخفض سعر النفط, ده الحاله الوحيده اللي ممكن اخفض فيه سعر البنزين قصدي للمواطن. بعد كده ما عنديش الامكانيه, اي دوله في العالم عندها اكتشفت غاز اكتشفت نفط لازم تصدر. فبالتالي النهارده ما عنديش امكانيه ان انا اخلي للمواطن الحاجه رخيصه بالسهوله تتخيلها دي. هايل. يبقى اذا اول حاجه هنقول عليها, اذا معاك فلوس
ما تروحش للرفاهيات. جميل. يعني ما تروحش لحاجه انت مش هتستخدمها، مش هتعود عليك بفايده، وحتى لو كانت ليها علاقه بالزينه فروح للحاجات اللي ممكن تستفيد بيها في الاخر لما تيجي تحرر الفلوس دي الحاجه تبقى معاك. وحكايه الشنط والبراندات، لا لا نسيطر على دي، نسيطر عليها، نسيطر عليها باي حال من الاحوال. انا الحقيقه احيانا الجمله دي دايما بفتكرها، ان البراندات والماركات العالميه صنعها بعض الناس للسطو على اموال لسرقه فلوس الفقراء. احنا عندنا مارك زوكربيرج بتاع فيسبوك اللي هو واحد من الاغنى من العشرة الاغنى، هو تيشيرت ما بيتغيرش ومش ماركه ولا اي حاجه، هو تيشيرت العادي خالص الطبيعي. مفيش الاسامي الفظيعه دي اللي موجوده على خالص الحاجات. لا خالص. وبعدين في حاجات مثلا بتبقى مستفزه جدا ان حد يبقى معاه فلوس فيروح يشتري بيها كلها شنطه ايد مثلا، يعني فيعني عشان يتصور بيها في الاخر. احنا بنقسم ميزانياتنا عشرينات او عشرات بالمية على حسب الاتفاق. انا بجري جزء للاكل بتاعي، وعايز اقول لحضرتك حاجه برضو عشان اكون واضح، احنا طبعا عايشين عشان ناكل ونشرب وكل حاجه، ما ينفعش احرم نفسي برضو من الاكل، بس في حاجه صغيره جدا احنا لا نسرف، المفروض ما نسرفش في الاكل نفسه، لان النهارده مثلا على سبيل المثال الاقتصاد بيعلمنا حاجات لا السياسه ولا غيرها بتقدر تضبطها، بيضبط قواعد حضرتك. النهارده انت ما معكش فلوس، فانت مضطر بدل ما تشتري 3 كيلو برتقان او 5 كيلو برتقان تخزنهم للاسبوع كله، هو كيلو واحد، وهتيجي على نفسك بدل ما تاكل في اليوم برتقانتين ثلاثه لا هتاكل واحده مثلا على سبيل المثال. هو الاقتصاد بيضغط عليك وعشان تعمل كده، هي دي تجيب اللي انت عايزه بكميات اقل وعلى قد احتياجاتك بس، حتى ما يبقاش في هدر. طيب